وإني لأدعو ختاما بكل خير لكل من له يد خاصة في إقامة هذا البرنامج والإعانة عليه من العلماء والأمراء والمشائخ والتجار وطلاب العلم والإداريين في كوكبة يعز مثلها في غيرها من البلدان الإسلامية، فأسأل الله أن يوفق ولاة الأمر فيه لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، ويعز بهم الإسلام والمسلمين، ويحمي حوزة الدين. شاكرا لكم حضوركم على حرصكم على ما ينفعكم وصبركم في مقاعد التعليم وتأدبكم بآداب أهله ورحمة بعضكم بعضا، ملتمسا منكم إكمال جميلكم بعذري في الانصراف بعد الفراغ عجلا بدون مزاحمة، مقدرا ما تحملونه من ود وإجلال، سائلا الله من قبل ومن بعد أن يعيد علي وعليكم هذا البرنامج في المسجد النبوي أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية، وأن يعيدني وإياكم من شر شياطين الإنس والجن ومن كل عائن وحاسد. ثم أقول إن مما حبي به هذا البرنامج إقبال الجم الغفير عليه من أنحاء العالم، وللناس فيه أنظار وأنظار، ولأني معدود في جملة الناس أحببت أن أعرفكم بنظرتي وماذا يقول الآن من كان يجلس إليه واحد فقط واليوم يجلس إليه الآلاف، فرأى في ذلك الواحد انتفاعه بالعلم وحيازته حظا وافرا منه حتى صار يجلس في حياته للتدريس، ولا يدري أيبلغ هذا الأمل في الآلاف أم لا، لكنه يرجي الله سبحانه وتعالى عموم النفع للمسلمين. فأقول لكم يا أيها الجمع المكثر بالعدد، بالحق أنتم قوة نعم العدد، كم من قليل نال عز مراده، وغدا كثير القوم صفرا لا يعد. أما رأيت النصر حيز ببدرنا ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما رأيت النصر حيز ببدرنا ومع الرسول قلائل لكن عمد، ولربما نيل المراد بواحد وتساقطت أعداد جمع مستمد. من كان يرجو كثرة من تابع فالقصد أسود والسرور له رصد، ماذا يفيد المرء من تجميعهم والقلب يحشى بالرزايا والنكد. ماذا يفيد المرء من تجميعهم والقلب يحشى بالرزايا والنكد، أن السلامة إن هفوت بزلة وتقاطر الأتباع في حبل المسد، كيف الستيرة إن تكاثر عدهم والعار ينشر في القيامة يا عبد. تلك الفضيحة لا سبيل لسترها، رباه فاسترنا وعامل بالرفد. ونجاة دين المرء من أعدادكم حسن السريرة يا إلهي يا صمد، قد كنت أجلس في إزائي واحد والناس نوما لا ترق لمن سهد، واليوم جمع الخلق ليس بطلبتي فصلاح واحدهم أبان لي الرشد، والعلم ينشر في ألوف ماضية والله يبقي واحدا نجما يعد. لا تبتغوا الأعداد في إصلاحكم وتطلبوا الإعداد في فذ وفد، والشأن كل الشأن في نياتكم، ويل الفتى من نية لا تعتمد. رباه هذا ما أقول بأحرفي، فاملأ فؤادي باليقين إذا برد، وإذا أموت وصية مني لكم بذل الدعاء لمن تجتى في اللحد. رباه فارحم صالحا واجعل له في دار فضلك من نعيم لا يحد، والحاضرين وكل فرد سامع صوت الدعاء مؤمنا أن وجد. قولوا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.